تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات اختتم حفل مشروع مسابقة جائزة دمج الصفوف في المدارس الدولية التي يمنحها المجلس الثقافي البريطاني بمثابة وسام شرف للمدارس التي تتمكن من إضفاء بعد دولي على التعليم والتعلم. وتهدف الجائزة إلى إدخال البعد الدولي إلى المدارس في المملكة وتحسين منظومتها التعليمية. وقام وزير التربية والتعليم بتسليم الجوائز على عدد من المدارس التي حصلت على جائزة المسابقة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية. اليوم الفعالية كانت تكريم المدارس الأونروا اللي فازت في مشروع ربط الصفوف. سبق ذلك فوز 15 مدرسة أردنية حكومية في هذه الجائزة، واليوم انضم لهم 6 مدارس من وكالة البعوث. طبعا بالإضافة لذلك هي زي انتهاء مرحلة من مراحل مشروع ربط الصفوف. شو رأيك بالمشروع هذا؟ يعني راح يعني يحسن من المنظومة التعليمية بشكل عام، يعطي حافز للمعلمين والطلبة في مدارس المملكة؟ بالتأكيد المشروع كان كثير ناجح ورائع، ركز على التنمية المهنية للمعلمين، المواطنة العالمية والجوانب، حتى الطلبة ذوي الإعاقة كان لهم جانب في هذا المشروع. مشروع عالميا معروف ومشهور عالميا، والأردن من المدارس الرائدة، وهي يعني حصلت على أعلى نسبة مدارس مشاركة في هذا المشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.